ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ومعانا موضوع جديد وطبعا ريفيو جديد. النهارده عايزه اتكلم عن حاجه فعلا مهدور حقها وسط كل الحاجات اللي البنات عماله تجربها وعماله تدور عليها وتشتريها، وهو الفيس ووش والسكراب ده من اوريفليم. طبعا زي ما انتم شايفين انا هم خلصاه تقريبا، وكمان طلبت واحد يعني تاني جاي لي لسه من كتر ما هو عجبني جدا وتحفه جدا. اقول لكم بيعمل ايه. زي ما انتم هو يعني شايفين مكتوب عليه 2 في 1، هو فيس ووش وسكراب كمان. طيب انا كنت بستخدمه لايه؟ هو يعني مناسب اكتر للبشره الدهنيه. اول ما بتحطيه على وشك ووشك يكون قبلها مبلول، بتبتدي تحطيه على وشك وتسيبيه تقريبا من دقيقه لدقيقتين. ده لو هتستخدميه كغسول. بعد ما بتحطيه على وشك بتبتدي تفركيه شويه، الحبيبات اللي فيه ناعمه جدا، فبالتالي انا كواحده وشي معرض للحبوب، وحب الشباب بالذات لما كنت بستخدمه على وشي ما كانش بيعورني او بيعمل لي خرابيش، بسبب ان الحبيبات اللي فيه دي رقيقه قوي ورقيقه جدا على الوش وبتفرك بشكل كويس، فما بتسببش اي مشاكل على الوش. طيب طيب بالنسبه لو استخدمت كسكراب انا بستخدمه برضو على يعني وشي مبلول، بحطه تقريبا 10 دقائق، وبعد كده بعد ما بفركه بعد ما اسيبه ينشف شويه ببتدي افرك وشي واروح غسلاه بميه، ولا هي ساقعه ولا هي سخنه، في النص. فهو فعلا كويس جدا اول ما بستخدمه، سواء كسكراب او يعني كفيس ووش. وشي بحس انه بيتنفس فعلا، تحسي ان وشك بياخد الهواء كده ويبتدي يتنفس، وكمان بينور الوش جدا جدا جدا. يعني بعد ما تستخدمي كده وشك بينور وبيشيل الاتربه والاوساخ اللي عليه، وكمان هو مكتوب عليه ديبلي كلينلس كلينسس، فهو يعني بصراحه كويس جدا جدا جدا، واكتر يعني للبشره الدهنيه، فهو فعلا مهدور حقه. وحبيت يعني اطلع اقول لكم انه فعلا اي حد يعني كمان هيبقى لو بشرته ما فيهاش حبوب او معرضه للحبوب فعلا هيبقى كويس معاكم جدا جدا جدا، وما بيسببش جفاف في البشره خالص، وما بيسببش تقشير ان وشك يبقى كده متقشر او يعني الجلد ظاهر فيه انه متقشر. لا بالعكس، هو جميل جدا وفيه نوع من الترطيب شويه يعني، فبيخلي وشك ناعم كده وجميل، ويعني تحفة تحفة تحفة. مش عارفة اقول فيه ايه تاني، بس بتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب والشير، ولو عايزين ريفيو عن اي حاجة تانية اكتبولي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. باي باي.